تنتشر حالات الملاريا بسرعة في جميع أنحاء تيغراي، مع عدم قدرة المنطقة على السيطرة على انتشار المرض بسبب الدمار الواسع النطاق الناجم عن الحرب. لقد ألحقت الحرب أضراراً بالغة بالبنية التحتية الصحية، مما ترك السكان بموارد محدودة ولا توجد وسائل فعالة لمكافحة ارتفاع حالات العدوى. يشاركنا جيرماي تكي، وهو عامل مناجم ذهب شاب من عدن بريد في شمال غرب تيغراي، أنه تعرض للملاريا، ويوضح أن مياه المنطقة ملوثة وغير آمنة، مما يتركه بلا وسيلة لحماية نفسه من المرض. لم أستطع في البداية التعرف على أنها ملاريا، واجهت صعوبة في النوم ولم أدرك المشكلة إلا ما عندها تحولت عيني إلى اللون الأصفر وبلغت أنني أصبت بالملاريا. الآن بعد تلقي العلاج أشعر بتحسن كبير، على الرغم من أن الألم شديد للغاية. وقد نجم تفشي المرض عن مياه جارية ملوثة تتدفق من عد نبرد إلى منطقة عملنا، وهذا هو السبب وراء تعرضنا لوباء الملاريا. أصيبت مريضة أخرى تدعى برزاف في السها، وهي من سكان تحتي كرارو، بالمرض أيضا، وتعزو تفشي المرض إلى غياب آليات الوقاية والسيطرة الفعالة. ليس لدينا ناموسية، لكن الوباء ينتشر على نطاق واسع ويصيب توفير جميع الأدوية للناس. أفاد نائب مدير مستشفى سحول شرة تسفى أزقي قبرهوات أن المستشفى يعالج عددا كبيرا من مرضى الملاريا، ومعظمهم من مناطق تعدين الذهب. بخل الدرجة ونرئنايو تنعى سخونتات بسلعة لوركي لابدكم زلو مالتيو. لقد لاحظنا زيادة كبيرة في حالات الملاريا حتى على المستوى الإقليمي، كما يقدم مستشفانا خدمات للأشخاص من المناطق الشمال الغربية والغربية. وفي الوقت الحالي وبالمقارنة بالفترات السابقة أظهر الوباء ارتفاعا سريعا. أفاد منسق الحماية والوقاية من الملاريا في مكتب صحة تيغراي أراجاي قبر مدهن عن زيادة كبيرة في حالات الملاريا على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، مع زيادة حادة في الإصابات في جميع أنحاء المنطقة. عزيز الاستعز فيه ووثق الله. تضاعف عدد حالات الملاريا الآن 3 مرات، حيث أصيب ما يقارب من 17,000 شخص في جميع مناطق تيغراي، ومع ذلك يختلف الانتشار حسب المنطقة، حيث تكون المناطق الشمال الغربية هي الأكثر تضررا، وتعتبر هذه المناطق بؤرة ساخنة للملاريا. يعرب المنسق عن مخاوفه من أن المنطقة تواجه نقصا حادا في الإمدادات، مما يترك موارد غير كافية لجهود مكافحة الملاريا والوقاية منها بشكل فعال، ويذكر أنه على الرغم من الجهود السابقة للسيطرة على الملاريا باستخدام المواد الكيميائية، فإن المنطقة تواجه الآن أزمة بسبب الاستجابة الغير كافية من السلطات الفيدرالية. نزان زيرا حزي كافتن سسان شديشتن تتقعت الزنولة مرادات. من بين 66 منطقة معرضة بشدة للملاريا لم يتلقى سوى نصفها ناموسيات، مما أدى إلى معدل توزيع بنسبة 50%، على الرغم من التخطيط لعلاجات كيميائية ل 25 مقاطعة، إلا أن 6 منها لم يتم إمدادها بالكامل. لذلك نحن في حالة لا يوجد فيها إمداد كاف للوقاية الفعالة من الملاريا. في الماضي استخدمنا المواد الكيميائية في المناطق الأكثر تضرراً للحد من انتشارها إلى منطقة أخرى، ومع ذلك نحن غير قادرين حالياً على القيام بذلك، على الرغم من خطط مكتب الصحة وطلبات وزارة الصحة الفيدرالية للمساعدة، إلا أننا لم نتلقى رداً بعد. لقد أدى عدم الاستجابة من السلطات الفيدرالية المعنية إلى ترك تيغراي عرضة للخطر، حيث تكافح لاحتواء أزمة الملاريا المتزايدة.